الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته، وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة، صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبره، وضع رجله على أول درجة، فقال آمين. صعد على الدرجة الثانية فقال آمين. صعد الدرجة الثالثة فقال آمين. ما فهم الصحابة شيئا، آمين آمين آمين. فلما انتهت الصلاة قال أصحاب رسول الله: يا رسول الله، على ما أمنت؟ فقال: جاءني جبريل وقال لي، هذا أخطر حديث بالخطبة، جاءني جبريل فقال لي: خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له. إن لم يغفر له فمتى؟ شهر التوبة، شهر الصيام، شهر التراويح، شهر الفجر في المسجد. خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له، إن لم يغفر له فمتى؟ هذا الشهر يا أخوان شهر التوبة، شهر القرب، شهر الحب، شهر الصلاة، شهر القرآن، شهر العبادة. والله ما في مانع هالعادات التي ألفها الناس في السهرات والولائم كل يوم برمضان أن تلغى، اجعلها بعد رمضان، اجعل هذه اللقاءات بعد رمضان، اجعل هذا الشهر شهر عبادة. تصلي المغرب، تأكل أكل معتدل، تهيئ نفسك للتراويح، حاول أن تكون مع الله في التراويح. نعم، يعني أتمنى، وكلامي دقيق، أكثر الناس جاء رمضان حسن وضع عبادته واستقامته، انتهى رمضان عاد إلى ما كان عليه، إجا رمضان الثاني صعد ثم هبط، ما استفاد شيء أبدا. أنا أتصور رمضان درج صعد، وصل لإنجازات تابعها طوال العام، إجا رمضان الثاني صعد وتابع، صعود ونزول ما في، في صعود وصعود. هكذا أراد الله من رمضان، كل شهر تعمل قفزة نوعية بتتابعة طوال العام. يعني صليت الفجر 30 يوم بالجامع، بعد رمضان تتابع صلاة الفجر في المسجد، صليت العشاء في المسجد بعد انتهاء رمضان تتابع الصلاة في المسجد. دقق، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. شو قولك؟ إن صليت الفجر في جماعة والعشاء في جماعة فأنت مغطى اليوم بأكمله ليلاً ونهاراً بحفظ الله. شيء آخر، النبي كان يأكل 3 تمرات قبل أن يفطر، ثم يصلي المغرب ويأكل. الشيء الذي لا يصدق أن سكر التمر أسرع سكر على الإطلاق، ينتقل من الفم إلى الدم ب10 دقائق، فإذا أكلت تمرات ثلاثة وصل سكرها إلى مركز الشبع في الدماغ، بعد أكل التمرات الثلاثة مضي 10 دقائق وقت صلاة المغرب، تشعر أنه أنت شبعان، تأكل باعتدال. الإنسان متى يشبع؟ بإحدى حالتين، الحالة الأولى وهي سيئة جداً حتى تمتلئ المعدة حتى يبرك، ويشبع إذا تنبه مركز الشبع في الدماغ. فإذا بدأت بالتمرات الثلاث وأكلتها وصل سكرها إلى مركز الشبع في الدماغ، تقدم على الطعام باعتدال كوجبة عادية في النهار.
أنا سافرت إلى بلاد كثيرة، في بريطانيا يأكلون الفواكه قبل الطعام، وفي البرازيل أبداً يأكلون الفواكه قبل الطعام، شيء طبيعي، والأصل أن تأكل الفاكهة قبل الطعام، والدليل وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. جرب أن تكون هذه عادة دائمة، أنت تأكل بعد الطعام تفاحة، كلها قبل الطعام وانتظر، تأكل باعتدال رائع جداً، ما في جوع شديد، لأنه مركز الشبع تنبه بالسكر الفواكه، سكر الفواكه أسرع سكريات بالوصول للدم، من الفم إلى الدم 10 دقائق، وإذا كان في بالدم سكر وصل هذا السكر إلى مركز الشبع تنبه. من علم النبي ذلك؟ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني توجيهات النبي الصحية ليست من اجتهاده ولا من معطيات عصره ولا من بيئته ولا من اختراعه، إن هي إلا وحي يوحى. عود نفسك طوال السنة أن تأكل قطعة الفاكهة قبل الطعام، وجرب تأكل باعتدال تشبع.